خش على اللي بعده. معانا هوت دوج، الاولاد بيحبوا الهوت دوج، واحنا بنحب الهوت دوج مش الاولاد بس عشان ما يبقاش هما متهنين. ومعانا عجينه الملفي، عجينه الملفي اللي احنا عارفينها كلها. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ بنجيب صينيه زي دي كده وبنحط في ارضيتها شويه زيت صغيرين. ايه رايك النهارده بقى سهل الموضوع ازاي؟ نبعد عن البصل وعيننا وجعتنا من البصل والتسبيكات والحاجات اللي احنا عارفينها. وهناخد العجينه دي كده زي ما هي اهي، ركزي معايا زي ما هي كده اهو، واحط الهوت دوج هنا اهو. وبعمل ايه بقى؟ اهو معايا كده هريسه حلوه، طعم اللقمه دي كده اهو، شفت الجو ده كده، واحط شويه زعتر حلوين، واحط الهوت دوج ده كده، في منه اللحمه وفي منه الفراخ اهو، والفها كده واحطها هنا. كمان واحده، اللي ما خدش باله من الاولى ياخد باله من الثانيه، واحنا مع بعض اهو. نحط كاتشب، نحط كاتشب كانها صلصه بيتزا يعني اهو. ده كاتشب زي الفل، ونحط الهوت دوج كده وشويه زعتر حلوين كده، واللي فيها مع بعض اهو. الحاجات دي بتعجب الاولاد اهو على فكره، وتغيير. ونحطها هنا كده. معانا خمسه، نعمل الخمسه دول واحنا واقفين مع بعض، مش عايزاها من غير اي حاجه، زي ما هي كده تاكل صوابعك وراها. واحده تانية عايزه معاها بصل، حط بصل زي ما احنا شغالين كده اهو. ساندوتش من الاخر بس بفكر تاني اهو، والفها كده اهو، نفس الموضوع، خليها تحت كده لا شيلوا من هنا خالص تمام. فضل واحده اخيره اهيت. العجينه دي موجوده في المحلات، السوبر ماركت، في الديب فريزر شويه زعتر حلوين، تحط جبنه معاه، حط جبنه. المطبخ له دستور وله قاعده زي الفل. شفت انا عملت ايه؟ ساندوتش اهو. الحاجات الصغيره ديت بتفرق مع الطفل والفها كده زي ما هي، واحطها هنا. حلو الكلام. هدخلها الفرن، بس قبل ما ادخلها الفرن هنعمل حاجه حلوه. ايه هي؟ هنتنها زيت. عينيا، حاضر الفكره دي مهمه جدا عينيا، حاضر هاخدها زي ما هي كده، برشه زعتر حلوه او سمسم، حاجه لطيفه وجميله. دول خمس وحدات هم زي الفل، خمس فطاير، سميها فطاير الهوت دوج بعجينه الملفي. لا عجنتي ولا جبت عجانه ولا حاجه، هتدخلها الفرن تستوي زي الفل. نبص عليها بصه، النظره الاخيره، فطاير الهوت دوج بعجينه الملفي. وتعالى ده اللهم صل على النبي، ما خدوش وقت مننا، خلاها هنا كده. ونجيب طبق التقديم ايه الحلاوه دي يا شيف؟ خش جواها بقى، هتلاقي التفاصيل، هتلاقي عجينه مقرمشه، هتلاقي فيها زعتر، هتلاقي فيها جبنه حسب الرغبه، وما خدتش وقت بدي ده كتير خالص. عيني، حاضر. هنعمل لك حاجه حلوه دلوقتي خالص. ايه هي؟ هنقدم معاها شويه خضار كده برضو عيني. حلو. سؤال من على السوشيال ميديا، ازاي نضيع ريحه البلوحه والفسيخ؟ حلو قوي. هو الليمون، الليمون بيقتل اي بكتيريا، بيشيل اي زفاره، وخاصه من الاسماك المملحه. هنحط الفلفل ده كده. الشكل مهم جدا، بترسمي لوحه فنيه من الطبق. الفلفل الالوان ده غني بفيتامين سي، مش محطوط كده منظره على الفاضي، لا ده بينافس الجوافه وبينافس الجزر وبينافس البرتقال واليوسفي. فين؟ في فيتامين سي. فيتامين سي اللي عنده شويه تناكه لازم كل يوم يصب على الجسم. خلي بالك ما تقولش ده بيتخزن في الجسم، ممكن بعض الفيتامينات وبعض الحاجات تتخزن في الجسم، الا فيتامين سي ما بيتخزنش، كل يوم لازم يصب على الجسم، هو كده مزاجه. حلو. الطبق ده كده نحطه فين مكانه؟ مكان الكبده. خلاص شبعنا من الكبده